لا بيش صاحبوش اسمك ايش اسمك برهوم صاحبي ومن حومه برهوم صفيق صاحبي صفيق سيدي منصور انا نحب صاحبي نخدم بالاحلال نعمل الاوراق روح للعزوزه صاحبي قداش عندك ما روحتش والله عندي برشا وعاود رجعت صاحبوش ومن الالمان صاحبوش انا مازلنا في هنا في الطليان صاحبوش وان شاء الله ربي ينوب علينا صاحبي وطلع سامع حما كلمه مزيانه صاحبوش باش وصلها توتي تونيزين وفراتيلو ما حلينا مع بعضنا صاحبوش التوانسه هاي والله صاحبوش عندنا الزلع مع بعضنا ما حلينا مع بعضنا عندنا الزلع هذيك عندنا الزلع صاحبوش هذيك انت فما لعبت الكل صاحبوش هما ما حلينا مع بعضنا صاحبوش ورسمي نعملوا ما تعملش محبوبين نحن انا بوغوسيت نحفظ اللغه انا خير ابي غيره منا صاحبوش توتي المريكين ولانشيا فراتيلو اميغو مي لا صاحبي هاي مش نجمعوا مش كلها صاحبوش ديما الدراب احمر صاحبوش ما يتبدلش هاي ما يتبدلش صح يا ما صاحبوش ربي يستنى ويستر امه محمد صح كنت في الماني علاش كنت في الماني شنو صار ايه بروبليم مع الدوله بس من منديش وقت 300 يورو نتاع في الريف انت حطك باش تخرج وتطلع تحب لك 12 يورو صاحبوش باهي كفيت براها اي صاحبي انا معطيني 300 يورو تحطني في غابه صاحبوش يا خويا مشكله نتاع اوراق يعني انا اشبريشن دوتش بيرفكت برودا بي اينز بي زفاي بي تراي قاري انا الالماني قريت بي اينز قاري نكتب انا الدوتش صاحبوش الحروف تتبدل توينز نحن وجزيريه وجزيره معروفين نحن نتكلموا برشا انا نحكي صاحبي تحطني في الالمان صاحبوش انا نحكي مع لغه شارع ولغه ديار لغه محامي ولغه مقريشت وزلندا صاحبوش بيرلا شنو الجو هنا في ميلانو؟ ميلانو بتاعنا صح؟ بتاع تويزا صح؟ انت قلت هنا بشي غير والاخرين اي مو صاحبي كل نحن نحبوك القدم يخلوا التاريخ نحن ديما نجيو نطبعوا صاحبوش نتعدوا حتى مثلا مش نحن ديما نطبعوا نتعدوا صاحبي فهمت؟ نطبعوا نتعدوا هذيك ديما موجودين صاحبي انت نحن جبر بي 12 مليون مصلي على النبي صاحبوش ولا نازلين كاس العالم ميساجك لتونس تونس ربي يخلي كل ميمة واحد صاحبي في تونس وك الزويولة صاحبي برحمة ميمتكم صاحبي ما تسكتوش على حقكم صح سكت على الحق الشيطان أخلص صح وانا الزويولة أمي قالت لي الحليب بفلوسها بعث لها 400 يورو مريفت قلت لها يا هاكم مليون وميتين أبركش شوي قالت لي وليدي والله صرفتهم والله صاحبي هذوما جماعتين صاحبوش بابا وامي صح هذا حليب وزيت وعظام شنو صاحبي ما ثم تما عجه في البلاد ما مثل واحد من كي روعه تاع عجه ما يخدش عليها صاحبي تشبيك صاحبوش انا ب 5 اورو صاحبوش تدخل مغازات تاع عشا بيان ريت احنا في اورو ثلاثه من الناس صاحبي نزل كان صاحبوش تتعشى وتخلي صحونه فارغه صاحبي يا شوي عليه صاحبي عباد قتلتوها بالشر سياسة اليهود هذه صاحبوش والله صاحبوش سياسة اليهود صاحبوش شنو أحسن حاجة في تونس وشنو أخيب حاجة في تونس؟ أحسن حاجة في تونس والدينا صاحبوش والدينا والدينا صاحبوش أخيب حاجة في تونس؟ ها؟ إيه معروف هذيك هي مخيبة صاحبوش هذوكم السقاط صاحبوش الحكومة السقاط صاحبي عليه سقاط عليش نحن كلنا نكره الحاكم ايه صاحبوش مش نكره الحاكم صاحبي يخدم على روحه قالت انا ما نكرهوش الحاكم انا نخدمه ريسبكتي والحكومه صاحبي يا ما صاحبوش الدوله جوعتوها ياسر بها بعد هزوا ديار وعباد تبكي هيك التويش هذيك مشتة نتاع بن علي صاحبي تو سياسه اليهود صاحبي العباد جاعت ما عادش لغه الفك وهز ومد وبيع والحم وجيب وعبي وطلعوا منا باسبورات وسربي وهم وحروق اختانا من التويش يا صاحبوش تي تلعبونا انتم تي برا بعثوا البحر مات الله يرحمه نلاقيو نرجعون صاحبوش مات الله يرحمه وامه وبابا واهله وماليه صاحبوش يعني مش قلبهم يجعل وعليه انت تهجر فيه صح انت ما عادش عندنا عظام في البلاد حنا ولا ما عادش عندنا بقر انت شنو يا صاحبي انت تلعب علينا صاحبي ولا احنا زعما المتاهه كما قال كلاي صاحبوش هذه المتاهه في تونس عايشينها صاحبوش يا وتحيا الكلاي بي بي جي صاحبوش انت هذاك ديما بو حميد هكا وصلت لك الديديكاس بو حميد ابو احمد اسمه يا احمد كلاي باب جديد صاحبي بو حميد هكا ديديكاس من عند الناس كله ما عندي انا زاد دي بعطيهم صاحبي والله احلى كلاي صاحبي انا معك صاحبوش باهي شنو الفرق بين البوليسية الطلين والبوليسية التوانسة؟ انا ريسبكتي صاحبوش هنا يحترموك يقدروك في تونس نو صاحبوش اما هنا زاد يحصلوك زاد لا لا اذا بلدت معاهم انت ولا بليت صاحبي شوية هكا وكا ويعرفوك صاحبوش انت صاحبوش ماك ديما ريسبكتي صاحبوش ريسبكتي الحكومة صاحبوش انت تخاف انت صاحبوش شبيك انت شفما هنا؟ صاحبوش اش صار؟ اي مشاكل صاحبوش هذه جديدة الحكاية؟ هذه احنا متزيرية علي اه ايز احمد اقرا بكره دور وجهك هادي اه نو نو صح اه غرز واحد هذه على جال التويس صاحبوش ساعات يرنبوا صاحبوش من لانجي ولا لانجي صاحبوش ما كم انتم زاد يا برشا مشاكل نقصوا من المشاكل صحيح ولا صاحبوش دخلت صلي على النبي نلقى روحي تضربت
بعد عاد صليت على النبي بالرسمي عليهم 5 و5 صاحبوج في العاشر. يا اخوي سيب عليك بعدك وصاحبي ربي قال لك الظلم مش بيه صاحبوج، انت ظلمت انا باش نقول لك لا انا غربه راهي ما تنساش عادش بيه غربه صاحبوج وعادي جدا والله صاحبي حقك يا صاحبي تظلمني صاحبي ما نسيبكش ويعادي الديكومنتي صاحبي عادي الاوراق صاحبي تظلمني تعد علي صاحبي تكفر في ربي صاحبي هكا كتولي عاد نهار جمعه صاحبي زيد مش بيه صاحبوش انت حاش تحب دباش نعطيك فلوس نعطيك نعاون خويا نقف معك ترقد ما تمسنيش ما تدورش تحكي ما تديك ما تحكيش بيه صاحبوش ريسبكتي صاحبوش الحكم يحكي معاه الغربه قدر اه صاحبوش اش تحب خاصك والو صاحبي نعطوك نعاونوك ترقد الدور ميري اما نقدر يا مي انا صاحبوش من المياتي باش عايش صاحبوش كي ما عندكش قدر باش عايش يبرى وحش الدبليت صاحبي باش البس قميص وذاك ودعوا التبليغ صاحبي لكن لكن باهي راه يلبس قميص ماشي خايبه يبان شنو انا امشي شد بلاصتك وري صاحبي جيت لهنا يعني بوست يزيك او يزيك صاحبوش انا عمري 33 صاحبوش راني عمري مشى يجري صاحبوش لهنا اللحظات راي حزيش نسني انا ياكك صاحبوش انا مش نقعد نحسب ديديكاست ولاد هومتي واحلى ناس طريق جابس حي بن سايده طريق جابس حي بن صفاقس طريق جابس صفاقس يعني سلم ولاد هومتك ولاد هومتي واخواتي عندي 3 شهور تو مازلت جديد مزلت شنو شنو قولك في البلاد شنو الدنيا شنو ايطاليا خويا والله عايشه للي يعرف اخويا بالحلال واللي كتب ربي يصير وهذيك هي الغربه صاحبي وانت تو 3 شهور لقيت خدمه بالحلال والله ينوب ربي ان شاء الله يا خويا نعم قول لي اي ولا موجوده لقيت نعم مازلت خاطر عديت شهرين ونص في تشنترو في باري وخرجت عندي 15 يوم تو ما 15 يوم ما دبرتش راسك ما شنترو تو كي خرجت عندي 15 يوم تو خويا ما تحركناش ربي يسهل ان شاء الله وربي ينوب على عبادك كل خويا شنو احسن حاجه في تونس وشنو اخيب حاجه في تونس ابدا لي باحسن حاجه احسن حاجه يا خويا في تونس هي بلادك ووالديك غاديك والفاميل كل واصحابك واخواتك وبلادك هذيك مصيرك باش تروح لها معناتها هذه بلاد غربه هذه بلاد غربه هذه جيت لهنا باش تخدم على روحك باش تحسن وضعيتك باش تقرر باش تعمل تو انت كي تقول لي احسن حاجه بلادك هي بلادك سي بيرون نخليوها بلادي اوكي بلادنا واحسن حاجه لكن قلت لك اعطيني احسن حاجه فيها البلاد هذيك شنو احسن حاجه فيها اخواتك ووالديك ولا فاميل كل هذيك على ذكر حبيت نقصد لك واخي بحاجه اخي بحاجه هي الحكومه نتاعها اخويا حكومه تقصد جوعة. بوليسيه ولا تقصد الحكومه الكل الحكومه كامله من الحكومة. قيس سعيد وانت ماشي اخويا حتى الرئيس مركز طينا اوكي كلمه الختام مساجك ديديكاس ايش تحب اخويا قول ايش تحب ديديكاس لاحلى ناس اخواتي ولد حومتي والفامي والدار الكل والوالده ربي يطول في عمرها ان شاء الله وربي يبقي عليها ستر وربي يشفيها وكو اخويا